هذا وقد تابعت الجماهير التونسية النجمة أنس جابر في نهائي ويمبلدون، وعبروا عن فخرهم باللاعبة ووصفوها بفخر تونس رغم الهزيمة أمام منافستها التشيكية فوندرسوفا. وكانت تأمل أنس في حصد اللقب الأول في البطولات الكبرى لتصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تفوز بلقب كبير في عصر الاحتراف. خسارة المرة الثانية، الثالث تخسروا بالحق، خسارة كبيرة للأنس وخسارة كبيرة للجمهور التونسي. الله غالب وإن شاء الله ترجع العام الجاي حاضرة أكثر وراوها تترين إن شاء الله. أنس جابر ولدت أيقونة، ستونيكان أيقونة في تونس وخارج تونس، يعني في الرياضة ومش كان في الرياضة كهو.